إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث بخير الملل والأديان، وعلى آله وأصحابه بذور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان، سيما على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى أئمة عليهم الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.